في إطار العمليات التضامنية مع سكان ولاية البليدة، انطلقت من المدية قافلة تضامنية مكونة من عدة شاحنات محملة بمادتي السميد والفرينة ومختلف المواد الغذائية واسعة الاستهلاك. تضامن ما بين الولايات، ها هما مواطني ولاية المدية يرسلون قافلة تضامنية لفائدة مواطني ولاية البليدة، وهذا في إطار التضامن الذي هو معروف على الشعب الجزائري والتآزر ما بين المواطنين، وإن شاء الله هذه بفضل التزام المواطنين وبكل قوانين الحجر إن شاء الله هذا الوباء لا يدوم إن شاء الله كثيرا، وربي يرفع عنا هذا الوباء ونولي وإن شاء الله كما كنا سابقا إن شاء الله. مستوى على مستوى الولاية متواصلة في العمل التضامني للوصول إلى كل مناطق الضلع على مستوى الولاية، لا سيما البلديات البعيدة وكل مواطنين وكل معوزين في هذه الولاية، حيث تم لحد الآن تم مباشرة 32 بلدية، وسنستمر إن شاء الله على أن تنتهي هذه العملية في الأسبوع الأول، قبل الأسبوع الأول إن شاء الله من رمضان سنمس كل المعوزين، وفي الأسبوع القادم سهناك قافلة أخرى تضم 10,000 قفة لفائدة المعوزين للبلديات بلديات الولاية.